الوصفة دي أنا شهادتي فيها مجروحة، أحلى وألذ وأنعم بتيفور هتدقوه، بجد مش ببالغ نهائي، ولو جربتوه بنفسكوا هتتأكدوا من كلامي. وصفتي المعتمدة اللي عمري أبدا ما هغيرها، واللي حرفيا تنافس بقوة أكبر محلات الحلويات وتكسب. كل اللي داقوا مني أدمنه وكان بيعجبه بشكل هستيري مش طبيعي، ما بيقدرش يوقف أكل. بصوا هسيبكوا تجربوه وتحكموا بنفسكوا، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيه عشان توصل لكم كل فيديوهاتي أو لما أنزلها، واعملوا لايك على الفيديو ده. ويلا نبدأ. عندي هنا 400 جرام من الزبدة الساقعة مكعبات، يعني بمقدار 4 كوبايات مكعبات زبدة ساقعة من كوبايات الشاي اللي بتكون 200 ملي. هضيف عليها 100 جرام من السمنة، يعني بمقدار نص كوباية من كوبايات الشاي. أنا حطيتها في الكوباية وهي طرية ودخلتها التلاجة بعد كده. بحب أدمج ما بين الزبدة والسمنة بيدوا طعم مختلف مع بعض. وهضيف عليهم 200 جرام من السكر البودرة، يعني حوالي كوباية ونص برضو من كوبايات الشاي. نضرب بقى كل ده مع بعضه كويس بالمضرب الكهربائي، ولو مش عندكم مضرب تقدروا تغسلوا ايديكم كويس قوي وتعملوا الخطوة دي بايديكم، ولو متوفر عجانة طبعا هتسهل كل ده. هنفضل نضرب لحد ما القوام يكون هش قوي ولونه يفتح كده ويكون زي الكريم شانتيه. كل ما نضرب كل ما ناخد بيتي فراية دايبة ومش مستحملة ان احنا نمسكها حتى، وخفيفة قوي. بعد ما خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه، وطبعا ما بين كل ضربة والتانية كده لما نحس ان الزبدة جت على الحروف بتاعت البولة بتاعتنا، هنجيب سباتيولا وننزل الحروف لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه بعد 10 دقايق كده او ممكن اكتر على حسب ما الضرب ياخد معاك. هضيف بعد كده على المقدار ده بيضتين، هضيف اول بيضة ومعاها معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. تقدروا تستخدموا فانيليا بودرة عادي جدا، استخدموا كيس مثلا او ممكن كيسين لو حبيتوا. بعد كده هضرب كويس قوي لحد ما تختفي البيضاية تختفي خالص، وهنضيف البيضاية التانية ونضرب برضو لحد ما تختفي. بعد كده عندي هنا 600 جرام من الدقيق، ده دقيق كحك وبسكوت، تقدروا تستخدموا دقيق متعدد الاغراض لو ده مش متوفر عندكم، ورشيت عليه برضو رشة كده من الملح. بعد كده هنخل المقدار ده من الدقيق هنخله كويس قوي على الخليط بتاع الزبدة. ال 600 جرام دقيق يعني لما انا جيت اوزنها لكم كانت عاملة بكوباية الشاي اللي هي 200 ملي، كل كوباية كانت وزنها معايا 100 جرام من الدقيق، يعني هتستخدموا 6 كوبايات من كوبايات الشاي. بعد كده هقلب كويس قوي بالسباتيولا، وممكن بايديكوا برضو مفيش اي مشكلة، ولو في عجانة هتهدوا السرعة خالص وتخلوها تتضرب كده مع بعضها، مش هنعلي السرعة بعد ما نضيف الدقيق. بعد ما خلاص الدقيق اختفى نقلت نص الكمية في بولة تانية عشان هعملها بالشوكولاتة، وجبت نص معلقة كبيرة من الكاكاو وعليه معلقة زيت، هدوبهم مع بعض واضيفه على الخليط اللي نقلته ونقلب. وعايزة اقول لكم معلومة مهمة، استخدموا نوع زبدة يكون حلو عشان ده اللي هيحدد طعم البتيفور، وكمان الكاكاو يكون نوعية كويسة. انا مستخدمة زبدة نيوزيلندي. هنجهز بقى مع التزيين بتاعتنا وكيس الحلواني. انا استخدمت الاشكال دي، هحط العجينة فيهم وابتدي اشكلهم في الصاجة. هعمل صف فانيليا وصف شوكولاتة عشان اعرف ان الشوكولاتة استوت من الفانيليا. كل ما نخلص صاج هنغطيه وندخله التلاجة شوية قبل ما نسويه، وهنولع الفرن على حرارة 160، مش عايزين الحرارة تكون عالية. ولما الفرن تسخن هنطلع الصاج من التلاجة وندخله في الرف الوسطاني، هيقعد معاكو تقريبا 18 دقيقة. ممكن بعد ربع ساعة تبصوا بصة لو لقيتوا القعر بتاعه لونه كده احمر وبقى حلو كده، يبقى خلاص هو كده استوى، هنطلعه من الفرن وما نحركوش اول لما نطلعه، لان اول لما بيطلع من الفرن بيكون لسه طري شوية، لما بيشم الهواء بيبتدي ينشف. بيتي فوراية دايبة حرفيا وريحتها مالية المكان. تقدروا تزينوها تاني يوم او تسيبوها ساعتين كده تبرد خالص بعد كده تزينوها. احلى حشوة بالنسبة لي حشوة المربى بتاعت المشمش، نغطسها بعد كده في شوكولاتة البيضة وبعد كده في الفستق.
ممكن تحشوا مربى وتغطسوها برضو في المربى وبعد كده في جوز الهند، او ممكن تحشوا نوتيلا وتغطسوها في شوكولاتة وبس كده. وكمان كنت مسيحة شوكولاتة بيضة عليها معلقة زبدة لوتس، هنستخدمها برضو في التزيين. او ممكن اصلا بعد ما تحشوا البوتيفوراية تغطسوها كلها في الشوكولاتة وتسيبوها على ورق زبدة لحد ما الشوكولاتة اللي عليها تنشف، ولما الشوكولاتة تكون لسه سايحة كده نرش رشة فستق او اي حاجة انتوا تحبوها، زينوا زي ما تحبوا، فننوا زي ما تحبوا. هستناكوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده لو عجبكم، واشوفكم على خير في حلقة جديدة.